الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. ثم أما بعد، في ليلة جديدة من ليالي رمضان ومع صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نكمل معكم قصة عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قلنا أن سلافة بنت سعد، سلافة لوك دي تاب تبين سلافة بنت سعد شي الحارث ومساعف مساء أو مسافع شي الحارث ومسافع والجلاس ننقدي موتو يا تيرني وقابجكو أي قلنا في معركة أحد إرين طلحة ابن أبي طلحة. فيا أعلنك إنه وتي جائزة دي تاب أوري رو عاصم ابن ثابت دين يقين دين يعني قنج كيرو، فجائزة إن كان مغري جدا حرك كفار قريش عشان كارغن عاصم ابن ثابت، لكن أرغنيا ولكن عن الرويتيد. ففي قصة ثانية داخل قصة عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهي قصة بعث الرجيع. قصة بعث الرجيع دقة آفن من منطقة إرين منطقة بين عسفان والمدينة تبرق هذيل أو بني لحيان من قبيلة هذيل، يعني بني لحيان قلنا من قبيلة هذيل آفني. وبان قد رسولتي إلي يا محمد إن فينا إسلاما، زخدك أسلم كني وتن وزت ديتي وأسلم كني وقورن تزقدا فازن دوخي كل زق دقتاتن بان دين زق ديننا بان دين زق قرآننا وبان دين زق سالنا بان دين زق كيف نزكي كيف نصلي وكيف نعبد الله تعالى. فمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فرح رسول الله يتقرنه يعني خلاص كم كيسك دقيك وبعد ده ينسك. فإن أرجع دقيك تاب تك تك تنجر القرآن دانا ونجر أحكام دين دانا نه أرجع رجعت من ده 9 أو 10 وده نان رندن يا بعاصم ابن ثابت ده تابو قصين بتجمع تري زرخين. فأفني وبعد بني لحيان بني بانم بان منطقة بني الرجيع يا ابو منطقه دي تعبر قاف مون قال امون دي ان منطقه انتني برتين. فاول ما دي منطقه من يونو برني افرني وافرن انت سلاح جاهزين افرن عشان دي عشان كور نغور خلاص افرن جاهزين ويا قت سيفتني وتنغورني وكل شيء افر جاهز أورني غازن دقدي تاب أو وتن صحابن ودقدي أورني أور غازن ركل صحابن استغربكني يعني زد زور ناشن زون ديرجع لأن عند آفرنت سلاحرني ركوا إن آفن تردن سلاحرني وتردن سفرني مستعدين لقتال هؤلاء. فإن كان صحابن استعد آخر غورتي بنينه إن يلن لا زقنه زق صح زافرت سلاح زنجة لكن زن دوك تورس الجدا هطيم دوك لي إيه لزن دوك سك استسلم كي وكنت خوس جاي وكباوس مكة دوك بعد أبس جاي عشان دوك استفيد كمين مبالغ ده تابك زن من ستنة من كك ستنة. فصحابي دقة استسلم كني صحابي دقة دن أو من استسلم دقة تاب من دقة تاب أو من استسلم عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. إلي إني نذرت أن لا أعاهد مشرك، أن لا أنزل في معاهدة مشرك. مشرك أخن عهد قدان يعني. زي ما برشم غدر كان زقه لين كتب غدر كان زق بخا. فأود سيفتني وأودر كارغشني. فأب أول ما بدأ طلع أودر كارغشني وبدأ إيش يحارب هؤلاء القوم. كرقس طبعا عدد محدود لما عشان اور رونغور قد عدد محدود كرقس ريس. فكرقس من درسناه ان اودن غورني دور تنغور بين 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 غور افريش ان تردي ان اودر سيفتي
دور تسف بين 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 نم ترو دي عدد من المشركين وجرحك دي عدد من المشركين موت على الكثرة تغلب الشجاعة موت يعني عوض قنية وتوسين تو غور لين لين تيلين. بعد ما مات قبل ما يموت عاصم ابن ثابت رضي الله عنه الدعاء التي إن يا رب إني أصبحت محاميا عن دينك ما أنت بروني نقول مني لم دورينه دور عشان دينين فإني أسألك يا رب أن تحمي جسدي إذا أمسيت. فمنذ الدعاءين مات رضي الله تعالى عنه. فلما إيه مشرق دي تابو أورن إن غير إن دي تاب أي نية إنه نبع عاصم بن ثابت دي تابو إن جائزة 100 ناقة من العبل رويان إن أيوه نبيا يعني خلاص قام قباني عشان إيش قباق قام الروينة وقباويني سلافة بنت سعد. فمنذ وجهك قباق قام الروينة ربنا سبحانه وتعالى أولو الرق يعني قرني يا أنبات بيبي أنبات بيبي كثير جدا يعني حول عاصم بن ثابت. كل ما قربكم ميتي أنبات بيبي نك تصرف كل ما قربكم ميتي أنبات بيبي نك تصرف كائن بني كو يعني أخ حلقة هكذا ترك دي يعني بيخين أمروتات أنبات بيبي تقبعه تقدر زمان قوت جو شريد خلاص نقطع راسه ونودي لسلافة بنت سعد. فمنذ بأور مسينة قبل ما كوكور يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس مطر شديد مطرنا سال على إثري السيول يعني سلك أورتيا يعني فسلنا ون جثة عاصم بن ثابت ودي بانجا رون الأن أورن منذ بروين أورن أورن قد تشتري إن عاصم بن ثابت أقزي إنان تلقبالات أرقي يبني ونيني. فربنا سبحانه وتعالى حماخ جثة عاصم بن ثابت من أن يمسه مشرك. فرونيا قبل ما كيك وقبل ما يعني عاهد كأنه نذر أو عاهد نفسه إنه هو ما يمس مشرك ولا يمسه مشرك. عاهد الله إنه يا جاكنك كافر كده أو مشرك كده ولا مشرك بكنكيا. فربنا سبحانه وتعالى حقق عهدنا لأنه هو كان صادق فيه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يعني قبين إيه ليدا قد بأخو قد ملمتن تلقورم قصتن أورم قصة صحابة رسول قنايا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.